هلا لازم الف من طريق تاني، لازم الف من طريق تاني، وانا جاي من طريق تاني بعدي عند محسوم مافيا، برجع عند محسوم مافيا بعملوني باستحقار. ستكون المدرسة كباقي المدارس أبوابها مفتوحة. إذا أنا بخافش الكل بخاف، يمكن أنا بخاف كمان، صح ولا لا؟ من عند أبو فراس العجلوني بنزل والله بناش فريقنا على المحسوم، ومع الوقف رجلي بتم تجاعني بدخل بناش فريقنا، أو هم بفتشونا، بفتشوا الشنتات وبفتشوا التلفونات، بخلوش إشي ما يفتشوش، بشلحوا البلاطين وكل إشي. احيانا يعني الاحتلال يعتدي على الطالبات بالضرب والاهانه والصرخ عليهم ايضا والقنابل الغاز. في بنات تغيبوا مجموعه مش بسيطه، تقريبا 50 طالبه ما قدرت توصل اليوم للمدرسه. ان كنت على الحواجز اسهل عمليه دخول الطلاب حتى ما يخاف الطالب من عمليه الدخول. احنا كلنا متواجدين، انا بكون في منطقه، النائب بيكون في المدرسة يسير أمور المدرسة، المرشد بيكون على الحاجز ثاني، في بعض الأذنة بيساعدونا على غاد، في أساتذة بيرافقونا. بده يدخل إلى المدرسة لازم يدخل عبر الحواجز، فإحنا بنحتاج في زي هذه الأيام إلى معجزات.